بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. كل سنة حضراتكم طيبين. شهر رمضان شهر كل نفحات وبركات ونور من المولى سبحانه وتعالى. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة بالخير واليمن والبركات. طيب، بما أن احنا أول يوم في رمضان لازم أسأل حضراتكم، ها هتفطروا ايه النهارده؟ وهنفطر فين النهارده؟ عند مين؟ عند ماما ولا بابا ولا عند حماتي؟ مش هي دي الاسئله اللي بنسالها كل يوم، وخصوصا اول يوم رمضان. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هتلاقي ناس بتتكلم عن الاكل. السفره النهارده فيها ايه؟ ويبتدي كل واحد يحط اللي في نفسه واحلامه وطموحاته، اللي نفسه في القطايف واللي نفسه في الكنافه واللي نفسه مش عارف ايه بالدمعه واللي ايه بالصلصه. ويبقى هو ده محور الحديث في أول يوم رمضان، وغالبا إلا من رحم ربي التلاتين يوم. هنفطر فين؟ هنفطر إيه؟ الحلو إيه على السفرة؟ هنتفرج على إيه بالليل؟ هندور في القنوات ونمسك الريموت كنترول ونقعد ننط ونقفز عشان نلحق من ده لده وده يسلمنا لده، وفي الآخر نلاقي المنهج ده بيسلمنا ليوم العيد ورمضان خلص. يا خسارة، رمضان عدى وما حسناش بيه. هو الأخطر مش إنه عدى وما حسناش بيه، إنه عدى وما استفدناش بيه. ازاي ما يحصلش ده؟ وازاي نستفيد بالمنحة والعطية الإلهية بهذا الشهر الكريم؟ ده اللي احنا هنحاول نعمله مع حضراتكم في هذا اللقاء ولقاءات شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا دكتور. يا مرحبا، كل عام وانتم بخير. انا بدأت البداية التقليدية اللي الناس كلها بتتكلم فيها واغلبها، مادام جه شهر الصيام، والصيام يعني امساك او امتناع، بيبتدي الناس تتكلم عن العكس، عن الاكل وعن الشرب وعن الفسح والسهره بالليل، وهنشيش فين، واني خيمه احلى من اني خيمه، واني جو احلى من اني جو. وللاسف الشديد تمر ايام الشهر ونكتشف ان احنا ما استفدناش. فاحنا عايزين نعيش حاله صيام، تعالى نسميها كده، ان الصيام حاله، وهي حاله وجدانيه بيشترك فيها النفس مع الجسد. واحنا شطارتنا ان احنا نعلي النفس والروح قوي، نعم، عشان شهوات الجسد ما تبقاش هي اللي حاكمه وهي اللي تطلب مننا واحنا ننفذ دون وعي. نعم. فالصيام حاله، ازاي هذه الحاله بتحصل؟ وازاي الانسان يدخل فيها وهو فهمان ان الصيام مش قصه اكل وشرب بس، وان دي مجرد ادوات، نعم، لها فلسفه ولها حكمه للمولى سبحانه وتعالى، وفي غايه ربنا عايز يوصلنا ليها. بالظبط. مش مساله ان هو بيعذبنا وبيخلينا نعطش او نجوع او نمتنع عن شهوه الجنس كنوع من العقاب، ولكن كنوع من التدريب. تدريب على ايه؟ ووصولا لايه؟ ده اللي انا عايز اوصل فيه مع حضرتك النهارده. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. والله علاء، يعني أنا عايز أقول إن في الحقيقة يعني إحنا الذي يحدث أمامنا كل عام يدل على إننا لا نفهم الحكمة من هذا الفرض الإلهي على عباده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تساوى تقريبا زاد أو نقص مع الأمم السابقة بنص القرآن. عجبني كلامك لما قلت يعني تريد أن يكون الصيام حالة، حالة لازمة للمسلم في رمضان وفي غير رمضان، اللي هي فلسفة الصوم نفسه. أولا، هذه العبادة اختلفت عن كل العبادات في مضمونها وفي طريقتها وفي نتيجتها. تعال نبدأ من الآخر علشان نحاول نوصل مع الناس للي احنا المفروض نفهمه. الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل يقول: كل عمل ابن آدم له. وهذا الحديث في الصحيح. أنا بختار رواية الإمام مسلم. ليه؟ لأنها بتجمع شتات الأمر في الروايات وبتوصلنا للغاية اللي المولى عز وجل عايزها مننا في الصيام. وأنا أرجو أن احنا نفهم دي. بيقول سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة الضعف والله يضاعف لمن يشاء. ده الكلام ده على إيه؟ على كل عمل ابن آدم. يعني حضرتك، أنا، كل مسلم، أي عمل بتعمله ممكن، بقول ممكن،
تقعد مع نفسك وتحسب هتاخد قد ايه. الحسنة بعشر امثالها، ده ايه؟ اقل القليل. في مسافة بينية من 10 درجات الى 700 ضعف لـ10 درجات. الحسنة بعشر امثالها الى ايه؟ مش 700 درجة، 700 ضعف للعشرة. مش دي النهاية، والله يضاعف لمن يشاء إلا الصيام. واضحة؟ يعني كل عمل بتعمله في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، أحسنت إلى فقير، زرت مريض، خرجت في جنازة، كل حاجة قمت ركعتين بالليل، تصدقت، زكيت، كل عمل بتعمله الحسنة بعشر أمثلة إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. المسافة البينية دي على حسب نية علاء وطريقة تقديمه للعمل. خدها بقى قسها في كله، كان تعبان ومع ذلك قام، كان تعبان ومع ذلك عاد مريض، كان يعني قسها كده. ده سبب المسافة الإيه؟ البينية. لما يستثني المولى عز وجل الصيام، أظن علاء لازم نقف. ولا دي حاجة يعني لما يقول لك كل عمل، يعني كل الأعمال حاجة والصيام لوحده حاجة، ده ما يوقفكش إلا الصيام. فإنه لي يا ربي، طب ما أنا عملت الأعمال دي ليك سبحانك. لكن هو عايز المولى يوصلك لغاية تانية، لدرجة تانية. علاء عمل الحاجات دي لله، لكن الصيام يختلف، لأن الأعمال دي اتعملت لله لكنها ظاهرة. وعلاء رايح يزور المريض متشاف، وعلاء بيصلي متشاف، لما تصدق حتى لو صلى في جوف الليل مراته ابنه، يعني في حاجة في كل ده بيتشاف. إنما دي لما يقول فإنه لي، لها توقعين. الأول أنها العبادة الوحيدة التي لم تحدث لغير الله. انظر على العبادات كلها، الزكاة كم قدموا القرابين للأصنام والآلهة والكلام اللي هم ادعوه، اتعمل زيها، يعني الزكاة بقى فيه زيها لغير الله. الصلاة كم رجعوا وسجدوا أمام الأصنام. الحج كانوا بيجوا من آخر الدنيا عشان اللات والعزى، صح؟ لكن الصيام، شفت حد صام من أجل صنم أو صام من أجل حد؟ فلما يقول فإنه لي، يعني لم يعبد به غيري. ستخيل انت بتعمل في رمضان الحالة اللي انت عايز تعملها دي، لم تفعل لغير الله، ولا حاجة شكلها ولا قدها ولا زيها خالص. فدي طبعا وقفة. يبقى برضو علاء وانا بعملها لازم ايه؟ اميزها هي بقى، هي هو الله ميزها بالنتيجة وبالغاية وبالطريق، لازم انا كمان في الاداء ايه؟ أميز. ده حتى يوم القيامة في باب مخصص لدخول الصائمين، كويس؟ ما فيش باب مخصص لدخول الحجاج. شوف قد الناس بتعمل لا ايه. لا هو فيه باب مخصص للحج. فيه اسمه ايه؟ طيب ما تدلنا عليه. باب الحج وباب الصلاة. لكن عايز اقول لك على حاجة، ما تسماش باب الصيام يا علاء، يعني خد بالك من دي. اتسمى باب الصلاة وباب الحج وباب الصدقة، لكن باب الصيام اتسمى، وتسمى اسم بديع، الريان، مش على اسم الصوم، مش الصيام. يعني كأني لما علاء هيخش منه، ده علاء أظمئ في كل شيء فبنرويه. ما بنرويهوش ميه بس، ده الريان مطلق. فعلاء أظمأ نفسه في مسألة الشهوة، وفي مسألة الأكل، وفي مسألة الشرب، وفي مسألة العين، وفي مسألة الكلام. ده علاء في رمضان ضرب. خد بالك، اصل انت عجباني كلمه حاله ليه؟ لان الحاله دي لازم تتنقل بيها انت لشوال والمحرم، لكن في ناس بتعمل ايه؟ كت في رمضان وخلاص. ده عبد رمضان، ده ما عبدش رب رمضان. فتحول بعبادته من عابد لله الى عابد مع الله، فده مشرك من غير ما يحس. ودليلي على كده حاله واحده بنشوفها بعينينا كلنا، المساجد في رمضان والمساجد بعد رمضان والمساجد قبل رمضان. قضية علاء عايزة وقفة، وعايزة يعني تكاتف مننا، ان اللي رايح المسجد في شوال ياخد معاه حد من الناس اللي راحت وبطلت دي.
لان اللي بطل ده علاء هو مش حاسبها. هو طيب جدا ان انا ابدا في رمضان خير، يعني ممكن علاء ينجح مع 2-3 في رمضان، بس شطاره علاء انه ايه؟ استمر معاهم بقى، كمل بيهم بعد رمضان، هي دي القضيه. طب ما دام حضرتك فتحت النقطه دي بسال سؤال، انا عارف انه هيزعل ناس كتير بس انا ما يهمنيش يعني مقدار الزعل قد ما يهمني مقدار الاستفاده. يا بخت من بكاني وبكى الناس. يعني هل يدخل في طور النفاق اللي بيبقى محدد النيه سلفا تلاقي في ناس مش ملتزمه؟ اضرب امثله، بنات ستات مش ملتزمه بالزي الشرعي، مش ملتزمه بالحجاب، مش ملتزمه بالخمار، يعني ان شئنا الدقه، بالصلاه، بكل حاجه، بالصلاه، او فلان مش دقيق في عمله، او متعود ان هو ياخد رشاوي وعمولات حرام عشان يمشي احواله، يجي شهر رمضان يقول لك انا استحي يا اخي بقى، ده انت في شهر كريم وما يصحش كده، والشياطين صفدت. طبعا انا هتكلم مع حضرتك في مساله تصفيد الشياطين، تمام. ويبتدي تلاقي الست دي، بص عيب، انا مسح الباضيهات الضيقه والحاجات اللي كنت بلبسها دي، عيب، ما يصحش بقى شهر رمضان جاي انا هلبس عبايه وهلبس مش عارف ايه، بس عشان شهر رمضان ومش هنزل شغل وهبطل وهقعد اقرا قران بقى، بس اول ما يخلص رمضان والعيد ومش عارف ايه هرجع البس تاني زي ما انا. او اللي بيرتشي، معلش انا مكسوف الشهر الكريم ده اعمل هذه الذنوب، لكن بعد كده هرجع تاني عشان ده بس رزق العيال برضه. اللي ناوي يعمل كده ان هو يقول انا هلتزم بس في شهر رمضان، لكن باذن الله ناوي ان انا ارجع انفلت تاني بعد رمضان، بعد رمضان، هل ده نوع من النفاق؟ والله علاء، شوف، انا يعني انا احب التعريفات الدقيقه. النفاق تعريفه انه يظهر شيء ويبطن شيء. ده تعريفه بالنفاق ده مجامله، انت بتجامله. دي مجامله، لان هو كده حالته ألعن. طبعا. ليه؟ هقول لحضرتك ليه. تعالى ننظر الى التوصيف اللي انت قلته، انا مش هاخد حاجه من عندي خالص، انا هقول هاخد من اللي انت قلته. هي بتقول انا هلتزم، او هو بيقول انا هلتزم في رمضان، عبد من؟ الشهر. قولا واحدا تقدر تجامل، انت جاملته، انت هتسميه منافق، انت جاملته. بس انا عايز اقول لك على حاجه، تقدر تقول له ما تعملش كده في رمضان؟ لحسن، في ناس بتفهمك غلط. انت ما بتقولش ما تعملوش كده في رمضان، انت بتقول ايه؟ اعمل كده في رمضان واستمر عليه. بس استمر، لان تعالى من الذي امرك بالالتزام مطلقا؟ ربنا. هل امرك في رمضان؟ لا. الذي فعله الله في رمضان ان تصوم، خد بالك من كلامي قوي، ان تصوم. انت مش عارف في الحلقه اللي هي الاخيره قبل رمضان قلت جمله صح جدا، قلت انت عايز تزود في رمضان، لكن الاصل عندك شغال. الناس دايما بتقول يا جماعه رمضان شهر الطاعه، رمضان شهر العباده، يعني افهم من كده ان بقيه الشهور لا؟ دي جمله غلط على فكره، ولا وعلى فكره علاء انا بقولها اهو وباشهد الله عليها، ان ساعات كلام بعض الدعاء والعلماء بيترصب خطا عند الناس. يعني هقول لك على جمله طول عمرنا بنقراها من واحنا اطفال لغايه النهارده ما زالت موجوده، يقول لك الامساك عن الطعام مش عارف ايه وشهوه ايه وايه وايه في نهار رمضان، يعني وبعد الفطار يتفلت يعني. ما هي جمله، هي كلمه مكتوبه اهي، بس خد بالك انت بتربي ولادك عليها. انت قلت له ايه؟ في رمضان ولا ايه؟ في نهار رمضان. انت عارف انا مره كنت بشوف واحد يعني بتابعه من ولادنا، لقيته معلم على في نهار دي، فقلت كويس لعله معترض عليها يعني. فلقيته ايه؟ عجباه قوي، كويس قوي ان في النهار، وبالليل بقى ايه؟ فسحه. ايوه بالظبط كده، هعمل بقى اللي انا عايزه. هي يلا المغرب ده اذان، يعني فاهم، اذان انا بسميه عند بعض الناس اذان الانفلات. يا اخي لا، ده هو انا عايز اقول لك حاجه تؤيد اللي احنا بنقوله من القران. الصيام، رد عليا بقى، الصيام لو انا سالتك كراجل مسلم فريضة على المسلم ولا على المؤمن ولا على المتقي ولا على المحسن ولا على مين؟ يعني كفريضة. لما الرسول قال بني الإسلام على خمس، قال بني الإيمان ولا الإسلام، ولا التقوى؟ الإسلام. يعني لو خبط عليك النهاردة غير مسلم ولا توصل على، لو سمحت أنا مقتنع بدينك، شرحولي شرحتهوله، أشهد قدامك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والكلام ده كان 25 شعبان، بتقول له إيه؟
لازم تستنى لما تبقى مؤمن عشان تصوم؟ لا، ده انت اذا كنت عايز تثبت انك انت اسلمت صحيح اعمل ايه؟ هتصوم رمضان، صلي وصوم رمضان من النهارده، مش كده؟ هتقول له بني الايه؟ الاسلام. كويس. فالصيام ده فريضه على مين؟ المسلم، على المسلم. شوف كده، ربنا لما كلفك، ربنا في القران قال اللي انت عايزه. قال يا ايها الذين اسلموا. لا، مع انه منهم واحد دخل امبارح. قال يا ايها الذي، وانا فاكر زمان لما قلت لك ارجع يا علاء لحاله ما قبل رمضان، قبل الفريضه ما تيجي، كان الحال ايه؟ سايب، ايام عاديه. لا ابدا، ما كانش سايب، كان المسلم ملتزم على ما قاله الرسول لغايه دلوقتي. فلما جه قال لهم، قال يا ايها الذين امنوا، مع ان في منهم مسلم دخل النهارده. وانت عندك ايه حاكمه، قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ففرق الله بهذا بين التوصيف من المسلم الى المؤمن، وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ففي درجتين تانيين، التقوى والاحسان، صح؟ لكن ده مطالب ولا مش مطالب؟ مطالب. لكن بيقول له يا ايها الذين ايه؟ امنوا. يعني كأن بالله تبارك وتعالى عايز يقول لك انت يا علاء ماشي زي ما انت، هيزيد عليك الصيام. انت مؤمن. طب المؤمن يزني؟ لا. ينظر؟ لا. يكذب؟ لا. يسرق؟ لا. ده كل ده موجود على قبل رمضان. انت في رمضان هتعمل حاجة مبدعة، هتمسك نفسك مش عن الحرام. انت قبل رمضان، انت جاي من قبل رمضان لرمضان ممسك بطبيعتك عن الحرام. لا، ده انا هدربك على حاجة جديدة. انا هخليك تمسك عن الحلال. ليه؟ كأن بالله تبارك وتعالى يقول انتوا ماشيين في الامساك عن الحرام. ساعات واحد بينفلت الى الزنا، الى الكذب، الى السرقه، الى كذا، ولما بينفلت من المنطقه دي اللي هي قبل الصيام، هو ممسك عن الحرام، لكن بيزني، بيقع ولا ما بيقعش بعضنا؟ بيقع. في ايه؟ في كل حاجه. هو عايز يعمل لك حاجه جديده تدرب فيها النفس انك تتمنع عن الحلال، عن المباح. بحيث انك لما تيجي بعد دي من هنا لهنا لهنا ويتعرض عليك زنا او كذب او سرقه او كذا، تقول ايه؟ تقول له يا اخي استحي، ده انا امسكت عن زوجتي. ده انا زوجتي حلال. ولما صمت مسكت عنها، يعني انا قدرت امسك نفسي عن الايه؟ عن الحلال. مش هقدر امسك عن الحرام اللي هو حرام. ولذلك قال يا ايها الذين امنوا، وطبعا خلي الايات نبقى نشرحها لوحدها، لعلكم حصل كذا كذا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك لعلكم. لعلكم دي غريبه جدا. علاء لما يقول يعني لعل الاستاذ عبد اللطيف ما يتاخرش يبقى بيتمنى دي، لعل الاستاذ عبد اللطيف يبقى معانا، لعل الاستاذ يبقى بيتمناها، ومحمد يقول له لعل، يا ريت والله. لكن لما يقولها المولى عز وجل لا يمكن تكون للتمني، لان التمني يفيد الجهاله. احنا الاثنين لما بنتمنى حاجه ما اعرفش هتتحقق ولا لا، والله ده امنيه، لاننا نجهل الغيب. لكن لما يقولها عالم الغيب ما تبقاش للتمني، تبقى لايه؟ للغايه. للغايه. طيب عندي سؤال قبل الفصل. في فصل؟ ما لحقناش يا معلش، هو برضه سؤال مهم جدا. عشان برضه نوصلنا للحاله اللي احنا عايزين نوصلها. ايه علاقه الاكل والشرب بالظبط بالصيام؟ يعني اذا كان الصيام حاله، حالة. ليه ربنا اختار الاكل والشرب بالتحديد؟ حاضر. احنا اتفقنا لغه. حاضر. لو رحنا كده لسان العرب، القاموس المحيط، دي عايز اقف عندها علاء، فكرني حكايه. حاضر. لغه ارجوك. مختار الصحاح. نقول له افتونا يا جماعه يا اهل اللغه، يعني الصوم. هو الصوم هيقول لك الامساك، انك بالزبط. تمسك عن حاجه. أيوة. تمتنع عن حاجه. ايوه. طيب ايه علاقه، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى عشان احنا نعدل عليه يعني، لكن كان يقول ان الصوم ان انت مثلا ما تتكلمش عشان توري انك بتعرف تدرب نفسك. الصيام انك ما تتكلمش لمده كذا ساعه، او من الفجر للمغرب. طبعا انا عارف لو كان الموضوع اتعمل كده علاء، بس احنا مش عايزين نفهمها كده. ما انا لا، انا قصدي يعني قاطبه ان واحد فعلا لا يتكلم. طبعا اكتر ناس كانت هتزعل من هذا الحكم والستات. ايوه. بهزر، ما تزعلوش خلاص. لا ماشي. ادي مناقشه يعني.
المهم ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الأداتين دول الأكل والشرب عشان يوصلنا لحالة الصيام؟ نجاوب بعد الفاصل، تابعونا إن شاء الله مرة أخرى. لماذا الطعام والشراب؟ اشمعنا الأكل والشرب؟ كان ممكن طالما أن احنا اتفقنا أن الصيام أو الصوم لغة هو الإمساك عن شيء معين، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يختار حاجة تانية، ما تعملوش كذا، ما تتكلموش، ما أي اختيار تاني. اشمعنا الأكل والشرب؟ وهل الموضوع له علاقة بأن الاتنين دول بالتحديد غير الشهوة فيهم قوام حياة البني آدم اللي من غيرهم أموت؟ يعني بعد فترة معينة من انقطاع الطعام حموت، عند فترة أقل لو ما شربتش حموت. ليه الأكل والشرب؟ السؤال جميل جدا، بس عايزك تمشي معايا نقطة خطوة خطوة. هل القرآن أمر بالإمساك عن الأكل والشرب، ولا الآية مطلقة والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي حدد هذا الكلام؟ وتحديد كلام الرسول كان إيه؟ ولما قال إيه؟ وإحنا فهمنا إيه وماشيين على إيه؟ هتلاقي علاء الموضوع مختلف خالص. أنت عجبتني لما قلت إحنا هنروح لكتب اللغة عشان نعرف الأول لما قال، هو قال كتب عليكم إيه؟ الصيام. الصيام صح؟ صح. عندك حاجة غير كده؟ لا. قال صيام كذا أو كذا أو أضاف يعني أو كده، ولا أطلق؟ لا أطلق. خد الكلمة وروح كتب اللغة. فلما هتسألهم عن الصيام لغة هيقولوا لك الإمساك، وهم برضو خد بالك إن كتب اللغة إحنا عندنا مشكلة فيها أنها تضبط الألفاظ أكثر ما تؤدي بك إلى المعنى. يعني هي بتضبط اللفظ. يعني كلمة صوم النهاردة المعنى اللغوي ما بيأديش لعلاء الوظيفة اللي هو عايزها، بيقول له الإمساك ويسيبه، فعلاء بيضطر يروح للمعنى الإيه؟ الاصطلاحي. صح؟ طيب جت منين الكلمة؟ عشان أفهم. أول لفظ في ضبطه لما تقول صامت الشمس. إمتى؟ في اللحظة اللي بتبقى في وسط النهار مفيش حركة. عارف علاء هي لحظة بتقف، هي بتدور الأرض بتلف وهي في الدوران ده. يتهيألك إن هو في اللي هي شمس في كبد السماء اللي هي لحظة 12 مش عارف بالظبط كده. يقولوا العرب يقولوا صامت الشمس، لكن في قرآن نزل ولا يعرفوا حاجة. الخيل طول ما علاء بيستخدمها أهي خيل. لما تقف شوية وعلاء يسيبها يقولوا إيه؟ صامت الخيل. يعني ايه؟ واقفه ملهاش حركه ساكنه. صح؟ تمام. يبقى اللفظ بيجي في السكون ولا في الحركه؟ في السكون. في السكون. ايه اللي يسكت علاء عن الحركه؟ يعني انت قلت جمله جميله، قلت الاكل والشرب قوام الحياه. يعني قوام الحياه، هو التعريف كده صح. قوام حياتك الروح. وقوام الروح أو الحياة الإيه؟ الأكل والشرب. فإيه اللي يخلي علاء يبقى زي الشمس، أنا آسف في التشبيه، والخيل؟ يعني إيه اللي يخليه يسكن؟ الصوم. السكون هنا بقى هتبقى راجعة لعلاء ولمحمد ولصاحب عبد اللطيف، وكل واحد فينا هيفهمها بطريقته. واحد هياخدها إن أكل وشرب عشان إيه؟ اوقف الايه الجسم ده. يعني ما هو بالك الروح دي مش بتاعتك. ولا تقدر تدخلها ولا تقدر تطلعها ولا تقدر دي بتاعت المولى عز وجل. فدي قوام حياتك. قوام الحياه دي الايه؟ الاكل والشرب. وانت جرب اقعد 3 ايام كده من غير اكل، هتلاقي الكيرف بايه؟ كيرف الحركه. هتلاقيه بينزل. علاء اول يوم قادر زي ما انت قلت، وتاني يوم وتالت يوم وسبعة ايام، وبعدين شويه زياده الميه تبقى احتياجك اكتر ليها من الاكل، وبعدين تلاقي نفسك خلاص مش قادر تتحرك. صح. هي دي الفكره. الفكره في ايه؟ تعالى للواحد مننا عند المغرب تلاقيه عمال كل شويه ليه؟ عايز ياخد طاقه. عايز ياخد. والرسول كان يبدا بالحاجه اللي فيها سكر الاول، تمر الاول، حاجه ترفع
صح؟ لكن لما تدقق في كلام الرسول تلاقيه صايم في غير رمضان، لما يقول لك بحسب ابن آدم إيه؟ لقيمات، مش لؤم مصغرها، لؤمة تصغرها في اللغة لقيمة. ها؟ لقيمات يقيمن صلبة، يعني بس يخلوه قادر، بص أنا جاي أقوم مش قادر أقوم، أنا عايز حاجة بس تخليني أقدر أعمل كده. يبقى أنا مسألة الأكل والشرب اللي أنت سألت عليهم دول نقطة فاصلة علاء في قوتك وجبروتك عشان تشتهي شهوة النظر، شهوة الزنا، حتى الكلام يا علاء أنا معاك فيه، إحنا أساس صيامنا الكلام. وافتكروا ما قالته مريم عشان تتشبه انت ده هو قال لك آية، قال لك كما كتب على الذين من قبلكم. فالذين من قبلكم ولا انتوا، يعني عارف زي ما نقول في 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 مباراة كل واحد عايز يثبت ذاته. فمريم بتقول ايه؟ بتقول اني نظرت للرحمن صوما فلم اكلم اليوم فلن أكلم اليوم إنسية. خد بالك من لن وإنسية، لأنها نذرت الصيام فمش هتتكلم. خدوا بالكم إنسية، يعني لو جه جبريل ملك تكلمه، لكن إنسية مش هتكلم. كأن الصيام بالطريقة دي بيخرجك من اللي فين؟ من البشرية إلى الملائكية. ليه؟ لأن أنت هتتوقف عن، بلاش يا أخي تتوقف عن الكلام مطلقا، توقف عن الإيه؟ الكلام اللي ملوش لازمة، عن اللغو، عن اللغو، الغيبة، النميمة، الغيبة، النميمة، الأعراض اللي كذا شهر. هيحصل في النفس إيه علاء؟ هترتقي، هتنطبط، هترتقي. وما زال سؤالك انا معتني بيه، انت بتقول اشمعنى الاكل والشرب؟ انظر الى البشر، انا انت عباره عن ايه؟ روح وجسد. اكيد دي لها غذاء ودي لها وزن، ما دام في عنصرين اهم عشان يعيش. يعني حد طفل اتولد كده ما تديلوش ياكل هيحصل له ايه؟ بعد فتره هيموت. الروح انت منعت عنها قوامها، يعني الروح قوام الحياة، لكن انت منعت عن الروح ايه؟ قوامها، هيموت. صح؟ طب اكله وشربه باطلاق بعبط، يعني هيبقى زي هيتخن. ده اللي بيحصل والله على 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 السفر بتاعتنا في رمضان. كويس. طب امشي معايا كده علاء، هات دكتور تغذية ويقعد يقول لا ما تديلوش ده، لا اديله ده، هيطلع الجسم ايه؟ منضبط، بفضل الله مثالي منضبط. صح؟ يعني اذا الصيام نوع من انواع التقنين. طيب انت علاء اقف في البلكونه في الشباك، جه رمضان، افترض ان رمضان ده حد جاي عليك، هتلاقي ناس رايحه المسجد جايه من المسجد، ما كانش بيحصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا عندي روح وبدن، ده قوامه من عند ربنا وده قوامه من عندك انت، ده عنصره بياخد قوامه وده عنصره بياخد قوامه. هل من 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 الصدفة في القرآن إن القرآن يتسمى روح؟ أنا لا أعتبرها صدفة أبدا. يعني قوام حياتك اتسمت روح، القرآن اتسمى روح، الملك اللي جاب القرآن اتسمى روح، الوحي اللي كان حامل للقرآن اتسمى روح. دي صدفة يا علاء؟ لا يمكن، لا يمكن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أدي القرآن، تنزل الملائكة والروح، ده جبريل ناخد الوحي، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده اللي هم الأنبياء، وده الروح هنا اللي هي الوحي. الثلاثة دول يتسموا روح، دي صدفة؟ لا. طيب أنت الروح والقرآن روح، يعني أنت قوام حياتك روح والقرآن روح، يبقى الروح غذاء الروح، يبقى أنت لما تدي منهج لدي تبقى راجل عدل منضبط. ولما تيجي في رمضان انت كده تصوم، حصل ايه؟ الجسم قل شويه. دي علاء دي ما اتحركتش علاء، هي دلوقتي عاليه عندي، بس عاليه بغذاء هنا ولا بنقص هنا؟ بنقص هنا، بنقص هنا. ده الصيام اهو راح منزل لك فدي ارتفعت تلقائي. يا ريتك كمان تديها قران، هيحصل ايه؟
ترتفع بص زياده. بص الفرق علاء يعني، بص كده ده الصيام. فعلاء ناصح قال لك انا هبطت اهو زي ربنا ما قال لي، طب ما تيجي زي ربنا ما قال لي، بس انا مش واخد بالي. لما يقول له وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، يبقى الروح دي هتعمل لك ايه لو انت خدتها؟ هتعلى. بص على الفرق. لو طلعت كده من رمضان حتى المسافه دي لو عملت كده لسه برضو الروح عندك انت عاليه. انت رقيت نفسك اهو. فيبقى انت لو انت اشتغلت صح في رمضان تطلع من رمضان احسن ما كنت قبل رمضان. ادي الحكمه من الصيام، وادي الحكمه من منع الاكل والشرب، انه يهبط لك عنصر الارض ده اللي فيك، انك مهما يكون ليك اشتهاء هيقل يا علاء. طب تعالوا للراجل اللي هو فظيع وصام. فظيع في ايه؟ في كل الشهوات. ما خد بالك الاكل والشرب دول عند، ما تبصش للعامه، عند بعض الناس شهوه. يعني في واحد يقول لك انا راجل ملتزم محترم ماليش لا في الزنا ولا في بس اكلني بقى. انا بقى راجل فاهم اهو، ده هيصوم برضه. فلما يصوم برضه ضبطها ولا ما ضبطهاش؟ ظبطها. هي دي مش وحشه عنده، يعني مش عيب، مش حرام، لكنها مش مظبوطه. يعني في ناس انا اعرفها ملتزمه جدا في كل شيء، لكن في الاكل والشرب عايزه تربيه. ويقولها لك بصراحه، علاء انا راجل اهو، وانا انت عايش معايا وعارفني، اكلني بقى، يعني انا شهوتي هنا، فانا هاخد علاء معايا بقى. وبتشوفها ولا لا؟ بيقعد بقى يدق في الاكل ويقعد يظبط في المشهيات، مش كده؟ بتيجي في رمضان تعمل له ايه؟ بينضبط، تظبطه برضه. طب يعني اذا الموضوع بقى مش متعلق بالاكل والشرب في رمضان بس، اهو كده، ده طول السنه. اهو كده، الله يفتح عليك. ده انت بتهذبها مش عشان رمضان، ده رمضان يا علاء وسيله مش غايه. يعني كان الفلسفه الالهيه بتقول كده، في رساله لابن ادم، اوعى تخلي حاجه اقوى منك وتبقى انت اضعف منها، فهي كل اللي حاجة. فهي اللي تسوقك اهو كده، وتضطر بقى امسك انت الزمام يا علاء، وتضطر تحت هذا الضعف تغلط. هتغلط. اصل انا كنت، وبنسمع الكلمه دي ولا لا؟ اصل انا اتعودت اعيش في مستوى اجتماعي معين. الله يفتح. فلما حصل ربنا استنى اقف عند الجمله دي، فيها زنا؟ لا. فيها سرقه؟ لا. فيها حاجه لكن هتؤدي الى كل ده. ليه بقى؟ لان هو اتعود ان في مظهر، ان في مستوى، فعايز معين الاكل من اللي عايز مش كده. معقول بعد ما كنت بلبس من ماركه كذا واكل في فندق كذا وفي مطعم كذا، انا عايز افضل كده. فلما ربنا يبتلي بنقص في النعمه يرتشي. اهو كده، يسرق يكذب. ما هو هيعمل كل المباقات عليه، عشان انت بص اهو قدامه غايه لازم يوصل لها. هو بيقول لك ايه؟ انا عايز احافظ على اللي كنت فيه. في حين ان الصيام بيعلمك ايه؟ ما هو ما فيش اكل النهارده. طب اطبقها لك في عهد الرسول والصحابه، لما كان يدخل الصبح صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس الصبح بس ما كانش حاجه من ساعه الفجر. عندكم فطار ايه؟ فطار الصبح، مش فطار مغرب. مفيش، البيت فاضي علاء، ما فيهوش حتى الفطار. يعني بالبلدي دلوقتي ما فيهوش حته الجبنه ام 2 جنيه، مفيش. يقول نويت الصيام. تفهم ايه؟ تفهم انت منها ايه؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم، انا مش بتكلم فينا. اولا ان البيت مش ما فيهوش ثلاجه مليانه ومتخزنه خزين الشهر، صح؟ تفهم ايه تاني؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت ده هتقول لي بقى فقر وما فقر؟ لو خبط على بيت مسلم وقال له فطرني، علاء بلاش يقول، لو تخيلتها كده، الرسول راح في الوقت ده بيزور حد خبط على باب مسلم كده، سلام عليه، هيحتفى بيه ازاي؟ احسن حاجه ويدبح له طعامه ويتعمل. لكن هو عايز يعمل ايه؟ عايز يربي امه. اولا اول ما قالت له ما فيش فطار قال ايه؟ الحته اللي انت سؤالك جميل جدا، الاكل والشرب ايه حكمته؟ ما هي ما فيش، نويت الصيام. ويخرج في عز الحر، حر مكه، ما وانتوا كلكم شفتوه. فيلاقي ابو بكر جاي يقول له خارج ليه؟ يقول له اخرجني الذي اخرجك. يبقى بيربي ولا ما بيربيش؟ ويقابله عمر، يضحكوا الثلاثه، ايه اللي خرجكم؟ الذي اللي خرجك؟ الذي اخرجكم. ويمشوا الثلاثه مش عارفين لما هيجي المغرب هياكلوا ايه. اخي انا كل ما اقرا سيره الناس دي ازداد حبا على حب ليهم. طبعا اللهم الاعتراض، بس انا كنت اتمنى ان انا يعني كلنا نتمنى ان انا ابقى يعني عشت ايام حتى مع الناس دي. بتاسيهم يا علاء، بتاسي الرسول والصحابه، تقدر تعيش وانت هنا، يعني تقدر تعيشهم وانت هنا، ونقدر نخلي رمضان ده
هو رمضان في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، ونقدر نخلي الأيام دي هي أيام الرسول بآية في قرآننا لقد كان لكم، وكان ده فعل عايزين نقف عليه في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله. تفهم إن هم كانوا يرجو إيه بقى؟ هم لا يرجو إلا الله واليوم الآخر، اللي هي يعني شوف على حسن الخاتمة يبكي العارف. فإذا كنت عايز دي قلد الناس دول، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ده حديث عندنا مشهور جدا. عندك إيه النهاردة؟ ما عندناش. نويت الصيام في غير رمضان، في غير رمضان. وهو صلى الله عليه وسلم اللي يقول لك إيه خير الصيام. اسمعوا إلى هذا الرجل العظيم، خير الصيام صيام أخي داود، ما قالش صيامي. ده حديث فارق. خير الصيام صيام أخي داود، وخير الصلاة صلاة أخي داود. لا إله إلا الله. طب وإنت يا رسول الله؟ لا يا علاء، هذا الرجل كان يريد من الأمة أن تصل إلى أعلى عليين في الأداء لتكون في أعلى عليين في النتيجة. يقول لك خير الصلاة صلاة داود، وخير الصيام صيام داود، وبعدين يشرح لك الصيام بتاع داود، يقول لك كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولما يجي له واحد يقول له ما تزودش عن دي، وبعدين تسمع السيدة عائشة عنه ألف سلام تقول لك كان يصوم حتى نقول لا يفطر، خلاص مش هيفطر بقى من كتر الأيام، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. ليه؟ لما يحس ان الأمة هتقلد في الإرهاق والمشقة، يبقى هو زي ما انت قلت مش غاوي منك مشقة، هو غاوي ايه؟ انضباط. انضبطت خلاص. ولما جاله الراجل قال له انا اقدر اصوم كل الايام، قال له ايه؟ لا، يبقى زي داود يوم ويوم عشان تقدر تشتغل وتنتج، ما تبقاش عالة على المجتمع. الفلسفة دي علاء لو حطناها قدام عينينا نخلي رمضان ده رمضان في عصر محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب قبل الفاصل تعالوا نفتكر بعض الكلمات الخالدة للرسول صلى الله عليه وسلم اللي ممكن يعني تعمل لنا حالة انضباط توصلنا لحالة الصيام اللي هينضبط معاه حالنا كله. أولا فيما يتعلق بموضوع الأكل، وهو يعني مربط الفرس. أولا زي ما يعني ذكرنا قبل كده، بحسب ابن آدم لقيمات. يبقى الموضوع مش ان انت تملى بطنك قد كده وتقعد من التقل وتعرفش تشتغل وتعرفش تصلي وتعرفش تعمل اي حاجة. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، المعدة بيت الداء، وهو ده فعلا اللي حاصل معك ناس كتير جدا، امراض بتبتدي بسبب التخمة وبسبب نوعيات الاكل وكميات الاكل. نمرة تلاتة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم، يبقى انت عارف ان نقص المال او الاكل او الرزق ده ابتلاء، فاصبر وما تروحش تسرق. نمرة أربعة، في قضية الأكل نفسها دكتور، عايز برضو أو يعني أختم بنصيحة كده من حضرتك قبل الفاصل، إن إحنا نبقى حاسبينها صح حتى ولو رياضيا مش إيمانيا. إحنا في شهر رمضان بناكل تلت اللي بناكله طول الشهور. الناس بتاكل ثلاثة وجبات، فطار وغدا وعشاء في بقية الشهور. طب أنت عندك وجبة واحدة رئيسية اللي هي الفطار، والسحور يعني حاجة بسيطة، ده زبادي تمر حاجة خفيفة كده يعني. فمن المنطق الرياضي اللي ملوش دعوة بالإيمان ان انا لو بصرف اصرف التلت او التلتين، مش كده؟ لو بصرف 10 قروش يبقى في رمضان اصرف 3 المفروض. انا شخصيا على فكره خليهم 5. طب لا، انا طبقت هذا الكلام على فكره مع نفسي وقلت ان انا هشوف فعلا انا انسان بطبق ومنضبط ولا لا. مسكت زوجتي قلت لها بصي عهديني كده ان احنا شوفي احنا بنصرف قد ايه على طعامنا في الشهور العاديه، اذا كان 10 قروش يبقى في رمضان اطلبي مني 3 بس، وانا ابقى غلطان لو قعدت على السفره على الفطار وقلت لك ايه الاكل ده، فين الايه، وما جبتيش ليه، وما طبختيش ليه، اللي الحلقيه موجود هاكله وهحمد الله وهحمد الله وهقول لك متشكرين تعبناك. ينفع نعمل كده؟ ده لازم نعمل كده. بس انا عايز اقول ايه علاء، يعني خلينا احنا عندنا ثلاث وجبات زي ما انت بتقول في الايام العاديه. طب بالله عليك لما حد مننا بيمرض الدكتور يقول له ايه؟ وجبتين وكل مسلوق وما تاكلش، مش كده؟ وبنسمع الكلام. تعال نطبق ده في رمضان. خلينا يا اخي وجبتين، خلينا التلتين، خلينا النص. اجتهدوا، يعني هو اجتهاد في ان ده يبقى شهر ايه؟ صبر. الرسول سماه ايه؟ شهر الصبر، ما قالش شهر الصوم. وعلى فكره لما بحثنا لغه واصطلاحا لقينا الصوم يساوي ايه؟ اغلبه
صبر. اللهم ارزقنا الصبر وارزقنا صوما كصيام داود وكصيام محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الأجر والثواب اللي احنا عمرنا ما هنعرف نحسبه بقول المولى سبحانه وتعالى فإنه لي وأنا أجزي به. فاصل ونواصل، تابعونا مرة أخرى. الإنسان الصايم مش هيعرف يحسب أجره حسب ما احنا يعني قرينا في الحديث، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنا ما أعرفش لما أصوم وأخلص في صومي ربنا هيحاسبني إزاي وجزاؤه هيبقى إيه والحسنة هتبقى كام ضعف، الله أعلم. أنا بس بحاول أكون مخلص. في بعض الناس حاولت تعمل حسبة كده وتحاول يعني تجتهد، الحسبة دي اللي هي الحسنة بعشرة، ثلاثة في عشرة، وثلاثة في عشرة، ثلاثين في عشرة بتلتمية، وستة في عشرة بستين، اللي هم الست الأيام اللي بتوع شوال. ده يبين لك علاء إن إحنا مش عايزين نفهم ولا عايزين نسمع الكلام، والكلام ده لا ما بتكلمش فيه على عامة المسلمين، أنا بتكلم على الخاصة. يعني الحديث واضح أظن مش محتاج شرح. يعني أنا هقوله تاني صياغة بس مش هشرح. بيقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تفهم إيه؟ أي حد يفهم إيه؟ الحسبة مش بتاعتي بقى في الصيام. يعني تقدر تحسب في الحاجات التانية، ولو ان برضه الحاجات التانية ما انا ايش عرفني إرادة ربنا سبحانه يعني وتعالى. ممكن تدي الدرجة الايه؟ الأدنى. انا كده على الأقل 10. صح؟ أو بقى الضعف ده بتاع المولى عز وجل. لكن تقدر تحسب في الصيام إطلاقا؟ لا. إطلاق مش ممكن. لو هم قالوا لك ايه؟ الرسول بيقول حديث، كل كلام الرسول مبني على فهمه للقرآن وللحديث القدسي. بيقول من صام رمضان فأتبعه، لا ثم أتبعه، عشان يديك اللي عايز ياخد فترة راحة ياخد فترة راحة. ثم أتبعه ستة من شوال، أهم حاجة أنك تصوم إيه؟ ست أيام في شوال. فكأنما صام الظهر، راح واخد واحد قال لك الظهر يعني السنة. ماشي، في بعض الأحاديث في المعنى ده. خلاص ماشي، الظهر يعني إيه؟ سنة. السنة جابها منين؟ قال لك ما هو 30 يوم فعشرة بإيه؟ بتلتمية، وستة في عشرة بستين، متوسط عدد أيام السنة. طب افترض جه رمضان 29 يوم، حسبت على أي أساس؟ ضربت في عشرة ليه؟ إذا كان هو قال لك أنت مش هتعرف تحسب الصيام إلا الصيام فإن، ولما تعمل كده أنت ضيقت رحمة الله تبارك وتعالى. بل بالعكس، المسلم الواعي اللي سمع الحديث يقوم قايل إيه؟ زي ما أنت قلت دلوقتي، أنا هبذل كل اللي في وسعي وأسيبها بقى على المولى عز وجل، وانا مش منتظر النتيجه قد ما انا منتظر الايه؟ التقوى. يعني انا عايز الصيام يعمل لي الحاله اللي فرضها القران، لعلكم تتقون، ان تخرجوا من هذا الشهر على التقوى. اللي هي ايه؟ اللي هي مفتاح اقفال القلوب. المولى عز وجل علاه بيسال سؤال، بيقول في القران استفهام مهم جدا، افلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها؟ يبقى علاء لما يبص الحالة أو واحد أو واحدة بيقرأ القرآن كتير، مش ما بيقراش، بيقرأ بس ما بيتدبرش، يوصفوا إيه؟ إن فيه أم على قلوب أقفالها؟ قلبه مقفول. اللي هو يقرأ وما يتدبرش أو ما يقراش أو 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 أو، يبقى القلب إيه؟ مقفول. لما تسمع، لما أنت تسمع ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تفهم ايه؟ انه لا يهدي الا المتقين. الا المتقين، يعني لو حد قرا وهو مش في حاله التقوى مش هيهديه، مش هيهديه. واظن هدايه الكتاب ده علاء حجر زاويه، نقطه فاصله، يا عيني على اللي بيقرا وما بيفهمش، او بيفهم وما بيعملش، استفدنا ايه؟ ولا حاجه. يبقى انت شايل كنز ما بتستفيد، يعني مش عارف تشغله، زي ما يكون معاك ثروه مش عارف توزعها ولا تصنفها، ضيعتها بددتها. وهو انا عايز اقول لك على حاجه، هو يوم القيامه الناس اللي قرت القران وما عملتش بيه هتاخد اجر؟ بنص الحديث لا، بنص الحديث لا. ان احنا كنا نقرا ولا نعمل، فهمني؟ فلما يقول هدى للمتقين افهم انا ايه؟ إن التقوى هي إيه؟ المفتاح، مفتاح القفل ده.
هي دي اللي هتخليني افهم، هتخليني خد بالك لو واحد جه قال لي حاجه دفعتني الى الكذب ارفض، دفعتني الى السرقه ارفض، وانا على يقين ان لا. طب انا عندي وقفه مهمه جدا. أوه. هل اللي احنا قلناه دلوقتي حالا ده هو كلمه السر اللي تجاوب وتفتح المشكله اللي بيتعرض لها ناس كتير جدا لما تيجي تناقشهم انت ليه مش ملتزم، ليه مش بتطبق التعليمات الدين في القصه الفلانيه، واحده مش لابسه الحجاب، واحد مش ملتزم بحاجه، يقول لك اكل شيء كده، قول لي لسه ربنا ما هدانيش لما ربنا يهديني. طيب يعني احنا كده بنتهم المولى سبحانه وتعالى بالتقصير، هو اللي مقصر في مساله الهدايه. ان انا عشان ما اقولش ان انا مقصر، خد بالك بقى انقلها مش لعلاء ومحمد والدعاء مثلا، لا انقلها فين؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى كلمة السر انه ما هو القرآن موجود والمنهج موجود، انا وحضرتك ممكن نبقى قاعدين لما اسمع القرآن انا عشان فاتح قلبي وعايز اوصل لحالة التقوى فاوصل، بينما التاني ما هو نفس قاعد معايا في نفس المجلس وسامع نفس الآيات بنفس الأحكام بنفس المنهج ولكنه قلبه مقفول. بص على لما ناقشنا بعضهم في النقطة اللي انت بتقولها دي بالذات اتفلسفوا جدا. قالوا مش يهدي من يشاء. قلنا لهم فاهمينها ازاي؟ لدرجة ان بعض الدعاة بيقولوها. قال لك المشيئة هنا راجعة لمين؟ للمولى سبحانه وتعالى. لا. قال لك للناس. للناس. يعني يهدي من يشاء من الناس. دي عملية لخبطة. عارف اللي بيلخبط حاجة؟ يعني علاء عايز ان ربنا يهديه فربنا هيهديه. وفلان مش عايز الهدايه تركب دي على كلامهم. طب لو مشيتها في دي، طب لما تقول يضل من يشاء هتبقى هنا بقى انت اللي عايز الضلال. يا ريت يا ريت المعنى ده يبقى كويس، يبقى هنا ايه مظبوط. لكن هي القضيه مش كده علاء. القضيه انه لما اراد الهدايه للعالمين عمل ايه؟ اختار محمد صلى الله عليه وسلم ونزل الكتاب اللي ما حدش يقدر يقرب منه. يعني ان كان التوراة والانجيل شابهم ما شابهم من تحريف وتأليف، القرآن ما حدش يقدر يقرب، بدليل هذا التحدي القائم الى يوم الدين، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هات لي حد قدر يحرف القرآن، هات لي حد قدر يقول في القرآن ما لم يقله الله تبارك وتعالى، استحالة. طيب لما تبقى دي كده وتبقى الإرادة كده، يبقى انت المفروض تاخد منهجك منين؟ من ده. بالله عليك هات لي واحد يوم القيامه وصل للتقوى هداه القران مش بمنهج، يحصل ايه؟ الجنه بفضل الله ورحمته. بس واحنا غايتنا ايه؟ الجنه يا رب اكتبها لنا. اللهم اكتبها لنا. واسال الله تبارك وتعالى ان يكون هذا الشهر الفضيل فاتحه خير علينا، واسال الله لي ولك ولكل مسلم ومسلمه ان يكون هذا الشهر مختلف عن كل الشهور السابقه من رمضان. كل سنة حضرتك طيب يا دكتور. الله يحفظك يا سيدي وانت كذلك. كل سنة وحضراتكم طيبين، وان شاء الله يكون هذا الشهر الكريم فاتحة خير علينا كلنا، ان احنا نعاهد المولى سبحانه وتعالى ان احنا ندرب نفسنا بالصيام نكون احسن. كل واحد يقول انا عايز ابقى مسلم او مسلمة افضل، عايز اكون بعد رمضان زي رمضان، عايز استغل الصيام كأداة للتدريب على الصبر وعلى اللياقة الإيمانية اللي تخليني دايما في معية الله، واجتهد عشان في اللحظة اللي يجي فيها الحساب يكون حسابي وموازيني ثقيلة بصالح الأعمال وبالنور اللي يمشيني على الصراط في طريق ميسر إلى الجنة كتبها الله لنا وإياكم أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.